صباح الخير عليك يا عبد الصمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وحقيقة إنه في أوقات كتير بنتحط في مواقف أو ندخل في موضوع أو نقاش بيكون مزعج بالنسبة لنا، وتلاقي الكلام في الموضوع بقى مجرد استهلاك لطاقة الإنسان مش أكتر. وهنا بيكون عليك يا تكون دبلوماسي بشكل كبير، وتقدر انك تنهي هذا النقاش اللي مضايقك، او انك تنسحب من هذا الحوار بهدوء علشان تحافظ على طاقتك ويومك ما يبوظش. صباح الخير عبد الصمد، وقول لي بتعمل ايه؟ نعم، في الحاجات دي. ولا بس ده بالظبط اللي انا بعمله، عارفه اللي هو التجاهل. يعني في مقوله لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لك اعتزل ما يؤذيك. ففكرة أي حاجة بتحس فيها ضرر، سواء كان ضرر نفسي، ضرر معنوي، أي ما كان الضرر، ليه بقى موجود في حوار بيضرني؟ فبيبقى عندي مسار من اثنين، إما اللي أنا أنسحب بهدوء تام من غير ما أزعج الطرف اللي قدامي برضو، لأن أنا دايماً بحب، ده مهم جدا، بحب دايماً أنا يبقى إيه، مش هقولك شكل حلو، لكن برضو لا ضرر ولا ضرار. لا طبعاً الاحترام، أنا ضريت بس برضو ما أثرش أو ما أزيش اللي قدامي. أو اللي انا هدخل في جدال فهلاقي نفسي انا الخسران في فكره اللي انا ضيعت وقتي. ففي الحاله دي لو انا يعني بقى حتما لازم اكون موجود واسمع الحديث المؤذي ده، بدخل من هنا واخرج من هنا. طب كويس، دي مهاره كبيره. يعني انت بتعملي ايه بقى؟ انا بنسحب برضو، بنسحب بهدوء كده، بهدوء بتدرب يعني على كده، مش بعرف اعمل ده قوي، بس يعني بنسحب بهدوء، لانه احيانا بتبقى عايز توضح وجهه نظرك، توصل وجهه نظرك للي قدامك، لكن احيانا بيكون في ناس برضو متمسكين جدا جدا بارائهم، وما عندهمش استعداد يسمعوا راي مختلف، وما عندهمش استعداد يكون في يعني حوار متحضر. فهنا ما بيبقاش في حاجه تانية الحقيقه تتعمل غير الانسحاب. لكن الحقيقه انه لازم واحنا بننسحب نكون متحضرين، ما يكونش في نوع من الاذى حتى للشخص اللي قدامي، لانه هو كمان من وجهه نظره بيكون شايف نفسه صح. فمحتاجين ان احنا نحافظ على هدوءنا على قد ما نقدر. والحقيقه انه ده ناس كتير تقول لك مثلا لا انا عصبي، وهو اللي عصبني وهو اللي استفزني، لكن انه في النهايه بيكون غلطك انت، حتى لو اللي قدامك هو اللي خلاك تغلط. فلازم انه نتدرب على ده، نتدرب ازاي نتحكم في نبره صوتنا، نتحكم في لغه الجسد، نتحكم، لانه كتير انت ناس كتير بيبقى باين على وشها انها مش عاجبها اللي انت بتقوله ده، ومش قادره تتحكم في ده. فابتسامه لطيفه وننسحب بهدوء لو الكلام يعني احنا مش قادرين نتفق معاه، اعتقد ان ده يكون أسلم حل يعني. صحيح. وفي برضو حاجة تانية هدير هنا في الجزئية دي تحديدا، فكرة اللي أنا أحاول قدر الإمكان ما تأثرش بالناس المؤذية، لأن في بعض الناس يقول لك إيه الطبع يغلب التطبع، أو بحكم اللي أنا يعني عاشرت الناس دي لفترة طويلة فبقيت زيهم. لا، أنا بحاول أنا ما أتأثرش بالحديث المزعج ده، لأن أنا بطبيعة الحال هلاقي نفسي بقيت زيهم. لا، انا هحاول ان انا اضبط نفسي قدر الامكان، هحاول ان انا زي ما قلتي ما انفعلش بسرعه حتى لو انا عصبي، وده محتاج تدريب وجهاد نفسي كتير قوي، عشان ما اكونش رد فعل يخلينا بعد ما كنت صاحب الحق بقيت انا اللي غلطان. هي المحافظه على الهدوء كمان مهمه ليك انت شخصيا، مش بس للناس. اشغل نفسي بالتفكير الايجابي. صحيح. يعني صحيح. انا شايف الحل الوحيد لده اللي انا اشغل نفسي دايما بتفكير ايجابي وما اسوقش الظن، يعني دايما خليكي حسنه النيه. ده نقطة مهمة جدا، ويعني عايزين نسمع من حضراتكم ازاي لو كنتوا موجودين في نقاش او حوار مزعج ليكم، ازاي بتنهوا هذا الحوار او هذا النقاش. ده سؤالنا هتلاقوه موجود على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقة، هنقراها مع حضراتكم على مدار الحلقة. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.